بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سلام الله عليكم اخواني الكرام في هذا الفيديو الجديد على قناتكم حوحو. يعني للتو يعني تقريبا قبل بضعة ساعات تم اطلاق تطبيق يوتيوب جو يعني من شركة جوجل. هذا التطبيق الذي انتظره يعني مجموعة من الناس كثيرا لانه سوف يعطيك مجموعة من المميزات التي هي غير موجودة في تطبيق يوتيوب الرسمي. هذا التطبيق يوتيوب جو موجود في بلاي ستور لكن متوفر فقط للناس الذين هم موجودون في الهند. يعني لكن مع ذلك يعني سوف أضع لكم الرابط لكي تقوموا بتحميله يعني من رابط خارجي الأبليكيشن الخاص بالتطبيق سوف تجدونه أسفل الفيديو. هذا التطبيق بالمناسبة إخواني الكرام سوف يساعدكم كثيرا لأنه إذا كان لديك انترنت ضعيف سوف تشاهد عليه يعني الفيديوهات بدون انقطاع. الشيء الجميل الآخر أن يمكن لك مشاهدة الفيديوهات بدون الانترنت عندما تكون في مكان معين غير متصل بالانترنت عبر حفظ من قبل يعني مجموعة من الفيديوهات التي الخاصية التي كنا انتظرناها كثيرا وكثيرا في اليوتيوب أحباب في الله. طيب بعد فتح التطبيق بعد تحميله من الرابط أسفل الفيديو في انتظار إطلاقه رسميا على بلاي ستور للجميع ولكن نفس النسخة الحين يعني الموجودة في الهند هي هذه التي يمكن لك تحميلها. بعد فتح التطبيق سوف يطلب منكم إدخال يعني رقم هاتفكم وبعد إدخال رقم هاتفكم سوف تقوم بتأكيد عبر رسالة سوف يقوم بإرسالها جوجل يعني إلى هاتفكم على الرقم الذي قمت بإدخاله وخلاص بعد الدخول إلى التطبيق فهذه واجهته. وكما سوف تشاهد يمكن لك البحث عن أي تطبيق أو عفوا عن أي فيديو ولديك قسمين قسمهم يعني يقوم بعرض يعني الفيديوهات ثم قسم يعني الحفظ يعني الفيديوهات التي حفظتها كما ذكرت لمشاهدتها عندما لا تتوفر على الانترنت. طيب يعني سوف نبدأ أولا بقسمهم. فمثلا لو شغلت يعني هذا الفيديو سوف يعطيك يعني إذا كان لديك انترنت ضعيفة بشكل لا يتصور فيمكن لك تشغيل يعني هذه الفيديوهات بهذه كما سوف تشاهدون الجودة أحباب في الله. مثلا إذا كان لديك انترنت ضعيفة وضعيفة وضعيفة ضعيفة جدا فقط اختر يعني هذا الخيار ثم يضغط على بلاي وسوف يشتغل معك بدون مشاكل الفيديو. أيضا هذه يعني هذا الخيار وهذه الجودة أحباب في الله تشتغل فيها الفيديوهات حتى وإن كان لديك انترنت ضعيفة لأنه يتم عبر يعني هذه التقنية بضغط يعني الفيديوهات لهذا المفهوم. بالضغط مباشرة على بلاي كما سوف تشاهدون فسوف يبدأ مباشرة تشغيل الفيديو ولاحظوا مع الشريط يعني مباشرة سوف يكون يعني الشريط يعني الأبيض فسوف يكون سريع بشكل رهيب. بالتالي فهذا التطبيق سوف تتغلبون يعني في يعني مشكلة الانترنت لديكم إخواني الكرام. والشيء الآخر يعني إذا كنت تعاني من مشكلة مشاهدة فيديوهات اليوتيوب بانقطاع الشيء الآخر أنه يمكن لك أيضا حفظ الفيديوهات حتى عندما مثلا تقوم بحفظ الفيديوهات وسوف تكون غير متصل بالانترنت فسوف تجدها هنا ويمكن لك تشغيلها. وأيضا يمكن لك وهذه الميزة الجميلة يمكن لك إرسالها إلى صديق لك مثلا بالضغط على السند سوف تبحث عبر البلوتوث عن أي شخص ثم تضغط على السند لها يعني لإرسالها. أما إذا كنت تريد أيضا استقبال هذه الفيديوهات يعني فسوف تستقبلها بطبيعة الحال من الجهاز الذي سوف يرسل لك هذه الفيديوهات التي قام بحفظها. الشيء الآخر الجميل يعني في هذا التطبيق إذا ذهبنا إلى السيتينجز فحتى الآن غير متوفر اللغة العربية فمتوفر فقط للهند وبعض الدول اللغات الأخرى الإنجليزية إلى غير ذلك. فكما ذكرت يعني الأشياء الأخرى التي هي موجودة في هذا القسم هو هذا القسم المهم الذي سوف تقوم باختيار فيها الذاكرة الخارجية أو يعني ذاكرة الهاتف حتى يتم حفظ يعني دائما الفيديوهات التي تريد مشاهدتها بدون انترنت أحباب في الله. فأنا شخصيا لم أقم بإدخال ذاكرة خارجية فقط أعطاني الذاكرة الخاصة بالهاتف. فكان هذا كل شيء بالنسبة لهذا التطبيق. رابطه سوف تجدونه أسفل الفيديو أنصحكم به ولكم إن شاء الله في مواضيع جديدة سوف تكون بطبع الحال أول من سوف يجربه. لا تنسى دعمنا بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع وزيارتنا لنا على موقعنا www.pontikila5.com ولما صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/حرف900 أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.